مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. يوم جديد في نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطايرة رجال، مباراة الأخيرة للنادي الأهلي مع نادي سموحة بإذن الله الساعة 5. كل الدعم لفريق النادي الأهلي للكرة الطايرة بإذن الله لإحراز الرقم ال 14، لقب مهم جدا ونجمة مهمة جدا، نجمة ال 14 في تاريخ الكرة الطايرة في النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله لاعبتنا هيكونوا عند حسن ظن الجميع بإذن الله في هذه المباراة المهمة.